الو، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخوي بغيت اسالك عن دكتور، انا متزوجه وزوجي طلقني. نعم. وطلقه واحده. نعم. ورديت مره ثانيه، وبعد كم سنه طلقني وطلقني مره ثانيه، وقعدت 7 شهور بعدين رديت. نعم. شلون رديتي؟ وعقب شلون؟ رديتي بعقد جديد؟ اي عقد. نعم. جديد. نعم. وعقبها طلقني، رديت بعدين قعدت 10 سنين وهجرني، بعدين 5 سنين. نعم. والحين انا مهجوره صار لي 5 سنين، والحين طلقني 3 مرات. نعم. فبسال الطلقه الثالثه، هل اني سالت يعني سالته قال انا بحاله غضب. طيب. فهل انا الحين احل عليه ولا لازم اروح اسوي عقد جديد، او ما اعرف شلون؟ أختي الكريمة، دائما فيما يتعلق بإنزال الأحكام على الأشخاص نفضل أنك أنت تلتجين إلى الإفتاء في الكويت أو إلى القضاء بالنسبة للمحاكم، وفي حالة وجود المنازعة إذا كانت الأحداث واحدة هناك التوافق فيما بينكم في رواية هذه الأحداث تأتون إلى الإفتاء حتى يعطونكم الفتوى فيها. إذا كان في تنازع في أحداث مختلف فيها كما هو الحال، إن هل هو في غضب شديد ولا ليس في غضب شديد، تلتجون إلى القضاء حتى يقومون باستدعاء بعض الأشخاص الذين يقومون ببيان هذا الموضوع. إحنا بالنسبة لنا ما نفضل أن نقول الأحكام المتعلقة بالطلاق نقول لك والله يقع أو لا يقع، إحنا ما سمعنا منه. الله أعلم، قد يكون هو في وعي وقد يكون في غير وعي، لكن لا تنزلينها على حالتك، اعتبريها كحكم عام، وهذا يعني كأحكام عامة. إذا كان الإنسان في درجة من الغضب لا يستطيع أن يتصرف ليتحكم بتصرفاته ويتفلت الكلام منه رغما عنه، هنا لا يقع الطلاق. وإذا كان دون هذه المرتبة فإنه يقع الطلاق. كيف يتم التثبت إلا من خلال وجوده وليس من خلال كلامك؟ فليلتجئ إلى الإفتاء والقضاء. وبالنسبة للطلاق الأصل فيه الوقوع إلا إذا بين بأنه كان في إغلاق ولا يستطيع أن أو لا يعي ما يقول أو نحو ذلك من الأمور والأسباب التي تمنع وقوعه. فأدعوكم للذهاب إلى الجهة المختصة في هذا الأمر.